وصلت هذه هي اميره ماما، هذه هذه العريجه، وكنت هذه ماما عقلتي كنت خليتها غليظه مسكينه ضعفت واش مرضات ولا شنو، وظريفه درويشه كوكو سكينه كتكوته. شو واحد شبع، شوفوا فين مشى وتكسح هذاك اللي شبع. هذاك مشى ضرب ارى ضربه بالعسه، ديجا براسك ماما ديجا نعس هذاك الشيء بيت فيك. ميمي لا ميمي شبعت ومشات. شوفي البويبر هذا مسكين، هذا خايف الزعيم، مره كيبان شجاع مره كيبان خوات. الزعيم هذا راه ضرب بعد الاول، هو زيدي دابا الثاني الزعيم هذا وزوين سبحان الله العظيم. صافي شبع حيت راه كلا دغيا زوين سبحان الله العظيم. يلا بالصحة صحة صحة زوين. السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح الورود، ما ولكن عندي حتى ورد انا نوري لكم ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. انتي صار اليوم راه بكرات واخا كونجي، راني فقت بكري، معاش فقت ماما اليوم تسعود. تخيلي معايا تكوني كونجي تفيقي مع تسعود، كتحسي براسك حققتي انجاز كبير. المهم فقت انا وماما، عزيز عليا هذوك لي باركور اللي كيكونوا عندها في الصباح، سير هنا تجيب الثوب دوزهم من الفصال، دير هنا دير هنا، المهم دوز معاها داك المراحل كامل ياك ماما. واش كنونس مول الطرانده مول القطيبه هذه هذيك اللي ما فهمتي منها في العشيه كتكون شبه مستحيل يعني السوق فيها ستريسون. مازال في الصباح شويه القضيه مخفه، يعني كتقدري تقضي اغراضك وداك الشيء، وكما نقولوا شنو الفيق بكري بالذهب مشري. الفيق بكري والله الا قضينا شحال من حاجه. دابا يلا وصلنا ل 11 لاروب، صافي بدا كيشدنا الجوع، غادي نمشيو نشوفوا شي بلايصه. قلت لماما اقترحي غادي نعاود معكم دابا صباح الزهور والورود. عرفتي علاش؟ حيت اخيرا لقيت ورده انتم هاد الورده هذه ورده حمراء. المهم الواحد هو اللي صبع على الورد، الورد كتكون عنده واحد ليفي زوين هكا تصبحي عليه. دابا جينا اليوم ماما اول مره نجي لهاد البلاصه، دابا نشوفوا اختيار ماما كيفاش يصدق في هاد الفطور هذا. ان شاء الله يفطر يفطر. المهم الفطورات هنا كيبقى السيل ديالهم زوين، يعني كتلقاي تسيل هكا جالسه في بليصه جريده ودارك. دابا الحمد لله بدا شويه الجو كيزيان، ما بقاش داك الصهد القاصح، الجو زويون، كيصبح الشميشه وفي نفس الوقت مهوي بعدا في الصباح. ودابا دوزنا لا كوموند كنتسناو الفطور، اهم حاجه انا كنركز عليه هو اتاي حاضر. قلت لي اتاي، قال لي واش بغيتي اتاي ولا قهوه حليب؟ وصلنا شي قهوه حليب. قلت لي شوف مع هذه. ايوا ماما دابا النشاط كيجيبوا لها محبوبته باش كتفتتح الفطار اللي هي الحسوه ديال الشعير. واش المغرب صراحه دابا في كندا واخا كنخرجوا نفطروا برا، ولكن شكون اللي يجيب لي هذه الحسوه ديال الشعير؟ قولوا لي شكون. وبلاتي ركزوا لي على البراد، براد علم زوينات ماما. شتي ماما راهي على القهوه، ماما السعاده عندها قهوه نيت قداش صغيره انتوما. ايوا حتى الحليب هذاك فرابي زويون كيبان. الله يلا الحسوه الشعر تبارك الله بوحده كتشبع، ولكن اللحظه التاريخيه عندي انا في كل صباح اللحظه التاريخيه هو البريري ديال اتاي. انا كوموندي الطنجاوي كيسحب لي الطنجاوي بحال هذاك اللي كوموندي الشمال كيجي معاه الجبن والفرماج وداك الشيء. ديك الساعه لعبوا لي على الزواقه، شوفوا لي الزواقه اهم حاجه، الزواقه راه حاضره. شوفوا لي زعما داك الشيء في الجناب، ولواو لي هاد الشاركيتري والزيتون. هذا خدينا واحد اكسبريس، الحق ما كانش في المتوقع، انا كنت متوقعه في حاجه. المهم داروا لنا هاد البانك غيه هذا وداروا لي عاوتاني. المهم اهم حاجه هي الزواقه راه حاضرين، شويه العسل والزبده ورشوا عليه شويه الزعتر. يلا ماما تفضلي اقضي ونضي. ولا الوعره ماما اش قلنا لهم؟ قلنا لهم الفطور دخل فيه الليمون. اش قال لينا؟ الليمون هو جاي في الطريق. قال قلنا ليه فينا وخويا الليمون؟ حيت ماما عزيز عليها تبدا الليمون. قال لها الليمون راه اختي راه جاي في الطريق تسني. وجينا دابا المحل. ماما تاهي ملي كتجي حتى المحل كتسقي عينك سبحان الله العظيم. كل بلاصه مشيتي لها هنايا
في المغرب حتى سبحان الله واحد خصوصا ملي كيكون فيها ريحه التقليدي. المهم ها نتوما اللبسات والزاز والتفركيس ونشوف لي واحد الموديل غزال. هذا اللي كيبغيو داكشي خفيف ظريف وخلاص. انا اللي كيبغيو داكشي عاوتاني تبارك الله. هذه كتحمق. هذه اول ما دخلت ماما اش قلت لك؟ هذه عجبتني بزاف. دابا نشوفوها تبارك الله. داكشي عاوتاني جميل جميل. ماما عتوجدي راسك عاوتاني نوريهم. ماما مسكينه ما نجي نقول اش بدي لي نشوفوا التحف. انا من بين الحوايج اللي كيعجبوني بزاف عاوتاني هو داك التناسق الالوان اللي كدير في الخدمات سواء الراندا سواء الطرز. كيعجبني بزاف. تجبدي لي دابا باش نبداو بالطرز. يلا انت صنورك هادو دي موديل. اييه تصورك كل يديهم اليوم. شوفوا بعد الالوان كتحسي براسك بحال كتدوري في شي حديقه. هادو تبارك الله طرز حديقه الورود. اييه طرز باليد تبارك الله والراندا. اييه ياك. اييه هادي واحد جلبه زوينه دمولاتها حتى هي بحال ديك الوريضات اللي شتي. اييه زاله. شويه عندي مولاتها في امريكا غادي تديها اليوم داكشي باش فن. هادي مبهجه تبارك الله. شوفوا زوين وهبط بهاد الراندا هادي في هاد اللوينات خرجت التوب فن. ها هات الكميمات ديالها هانتيا. اييه فن هادي. وكاينه هادي حتى هي. هادي حتى هي. هادي مغلفه بجوهر. قفيطين ماشي مغلفه. قفيطين بجوهر. زوين يعني مولاتها تقدر تلبسها القفيطين اللي تحتها. اييه كله هابط بالراندا. هادي حتى هي ديال السلام بالقفيطين ديالها. فنين. حاجه زوينه حتى هي. تبارك الله غزال. هادي عاوتاني ما شاء الله. خدومه بهذا الكارتي هذا ان شاء الله نبينهم اليوم من بعد. اييه ان شاء الله. دابا انت كتغفليني كتجيب الزربه كتقولي لي ماما وريني دغيا شنو عندك ومزربه ما كناخذش. وعاشقات الاسود كما كنقولوا الاسود سيد الالوان. ما شاء الله كيجي في اللبسه ديالو النخوه والاناقي. الا عقلتوا هذا الموديل هذا ديال هذا الطرز كان بين الكوليكسيون اللي دخلت في رمضان. كتبارك الله عليه اقبال وكيجيو فيه بزاف اللوينات فنين. المهم ها انتم راه باقي تبارك الله عليه الطلب. وغادي ندوز دابا نوريكم وجدوا لي العوينات اللي كيعجبهم الاسود. المهم غادي ندوز نوريكم واحد التشكيله ديال الجليبات. كاين هذا دابا هو اللي خارج دابا واللي هو موديل ديال فاندي كيتسمى. كيجي تبارك الله غزال واحد الاتقان. سواء كيتقدر يتخدم هكا بالدوغي ولا كيتخدم بلارجونتي. النواغ راه كيبقاو يجيو معاه بجوج. كاين هذا الموديل هذا ديال هذا الراندا. ماما هذا الراندا شنو سميتها؟ هذه كنخدموها راندا النجمه. راندا النجمه. شوف بحال الجيمه هنايا. زوين بزاف التشكيلات. من بعد نوريهم لكم ان شاء الله. كاين هذه وهذه مثلا مولاتها حيت بغاتها بالصفر كما تشوف. ايوا داروا هكا تغلف بالصفر. هذه اللي تبارك الله سنين من بين الموديلات اللي تبارك الله ما عمرهم ديموضاو واللي هي هذه راندا. شوفوا كيفاش دايره راندا ديال الورده. شوفوا لي الدرس تبارك الله. هذه كتخدم في الكرونه تقدر تخدم بالازرق الملكي. المهم كتجي فنه تبارك الله غزاله. هذه ماما كانت شحال مره كتشوشتوها لابسه وعجباتكم. هذا عاوتاني اللي خارج بهذا الموديل هذا طوندونس اللي رجع ما بين الطرز ديال اليد وهذا التنبيتات هادو ديال العرشه. هذا وخلاص هنايا خدمه المعلم. وكاين هنايا بالقميص ديالو شفتوا القميص واللي بغاتلاش. لا زوين تبارك الله كتجي هكا جلابه هماويه. وكاين عاوتاني اللي كيبغاو داكشي اللون في اللون. كاين عاوتاني هذا الدرس البريد بالطرز ديال اليد. مريم عفاك عطيني ديك الجلابه لي دو بياس سوس ديال هذيك ياك. هذه فن. شوفوا هذه تاهي غزاله. هذه تاهي خدمه ديال المعلم. تاهي دو بياس شحال زويونه تاهي. وديك الدريسات شحال فنين. هذه غزال اللي كيبغي داك الشيء عاوتاني انيق وفي نفس الوقت سامبل لبسه غزاله. هذه لكاع الاوقات. وغادي نختموا الاسود مع خالتكم ناديه. عاشقه الاسود. ها نتوما هاد الكيمونو هادو ماما مؤخرا ولات دخلاتهم بزاف ولاو كيطلبوهم. كيجيو فنين انيقين غزال. شو الخدمه كيفاش داير؟ كيجيو بحال دوك العبايات ولكن عبايه بنكهه مغربيه. كنخدموهم بجميع الالوان. كيجيو كلاسيك اللي كتبغيهم بطخوا كار هكايا. اللي كتبغيهم بالكميمات. تلبسي بيان سور شي حاجه نوار اولا تلبسي شي حاجه سريويل ولا شي كولي زعما. مازال دابا بزاف طلبوهم لها في البيج. كاين اللي بغاهم في الازرق في الكرونه. كيجيو غزال وكيجيو كلهم هابطين هكا. ماما هزي هكا كلها كتجي هكا هابطه حتى لتحت كلها وكتجي محلوله. هانتوما هاد الزرق هذا تبارك الله ما شاء الله. هادي شنو هي هاد الموديلات؟ هذا التونسي طرز تونسي. طرز تونسي. هادي طوب واعره 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 تبارك الله. حمقتني انا هادي اول ما دخلت المحل ضربات ليا في راسي. شو عاوتاني هاد دو بياس هادي كي دايره غزاله. وكتجيب هاد الكيمونو هذا
زعما تبارك الله الابداع ديال الصانع. ايوا كي جاكم الزاز والتركيز ديال خالتكم ناديه داكشي مطراق تبارك الله ما شاء الله التواول، يعني حتى في تناسق الالوان ماما كتحرس بزاف. جينا غاديين جينا غاديين شوفوا لي اللهجه المغربيه المعقده. راح نقول لك يقول لك الدول العربيه اخرى كتجيهم صعيبه، حنا دابا مع مولف كبرنا وفيها كتجينا زعما راه اللهجه ديالنا كتجينا زوينه وهذا، ولكن الاخرين كيقول لكم عندكم واحد التداخلات في الكلام اللي كتدوخهم. المهم دابا كما قلت لكم دايرين مع خويا ومرتو وليداتو تبارك الله سخيل الجو كضرب هذيك 12. هي روزاليندا جات عاوتاني. انت صافي ما تشوفوا هاد لابسه الطربوش، عرفوا الاجواء فيها لابيسي. المهم وصلنا، ماما مسكينه نورمالمون كانت خاصها تبقى معنا ولكن جاتها شي خدمه وصلتنا وقالت لنا صافي ترجع لكم في العشيه. المهم جينا انا وخويا وداك الشيء جبنا الوليدات لهاد البليصه هذه. المهم هذا شنو نقول لكم، مره تلقاوه عامر مره خاوي. المهم كتجيو كتطلبوا كتطلبوا زهركم هذاك، بعض المرات كنجيو مثلا فاش كتكون فامي كبيره كتكريو هاد البليصه هذه ب 100 درهم ما عرفت كيحسبوا لها. واحد النهار شدينا ب 100 ولا بغيتوها كطبيله بالباراسول وداك الشيء راه كت المهم ما عرفت شحال شي 60 ولا شي حاجه. المهم دخله الوليدات 50 الكبار 80. المهم هذا جا نقول لكم في الطريق فحال الطريق سيدي رحال بالضبط. المهم كيبان لك فحال طريق سيدي رحال انت هو فيه بزاف ديال هكا لي بيسين. كاين هذا المهم ما بين غارق وصغير، كاين واحد راه هو هادو هما اللي قلت لكم البنات كيكريهم بشي 60 درهم راه هي هذيك البلايصه هذيك. كاين فيه تقريبا هذاك، كاينين جوج اخرين صغار. وي ايه هو الا كان عامر ما كتلقايش البره فين طيح كتقولي يا ربي السلامه سكت تقدري كاع تسمحي في فلوسك وتخرجي بحالك. سوليا في هذه الكرتونه هذه عرفتوها شنو ولا ما عرفتوهاش؟ ها انتم ميل اسنتر، عقلوا ركزوا لي على ميل اسنتر. شو خويا هبط جاب لينا من المحلابه عقلتوا على هذه الملفوي هذه العجيبه هذه ماشي ما عرفتش اش نسميها. هذه ملفوي ديال المحلابه عرفتوا هذيك ملفوي المحلابه اللي كتجي مع الرايب ولا مع رايبي ولا مع داناب كل واعره بغات تلقى عليهم. قلت لهم دابا هذه الملفوي هذه كتعجب الكبار والصغار سورتو فاش كتاكلها في المحلابه، ولكن قلت لهم شنو هما المكونات ديالها؟ قال لي قولي بسم الله عاد كتسولي على المكونات سورتو هاد الطبقه هذه كتبان معسله. شوفوا هذه العسله ولكن سبحان الله مذاقها بنين. هذه شحال هذه كانت كدير درهم دابا ما عادش كدير يمكن شي جوج درهم. المهم اللي كتعجبهم هاد الملفوي المدوره المسامحة هي ها انتما صغيورة ولكن تبارك الله إلا كليتيها كتخيل راسك كضربي كيلو ديال السكر معسلة. أنا لا أستطيع. والسلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في يوم جديد. المهم البارح ما بقيت صورت لكم البنات والو من لابيسين. المهم كملنا مشينا عند دار خويا بقينا مجمعين كوموندينا العشاء من برا. المهم بقينا هكا مجمعين كنحاولوا نستغلوا كما نقولوا الوقت بيناتنا والحمد لله الوليدات وداك الشيء. جينا تقريبا حتى لديك 11 ولكن ما كملاتش مزيانه لان ولدي مسكين عندي سبحان الله العظيم. مفرقين عندك بنتي وولدي. بنتي كتمرض ليا بزاف في ايامات الليفاء، يعني راكم عارفين مع داك تقلبات الجو والبرد وهذا دغيا كتمرض. ولدي العكس ديالها تماما، ولدي الصيف الصيف سبحان الله العظيم ما كيوافقوش داك الريح اللي كيدور في العشيه كما نقولوا حنا الغربي كيقدر ياثر عليه دغيا كيمرض. الشمس ما كيقدرش عليها ديما كتجي سخانه وهذا. المهم واخا كنحاول نرد معاه البال على الكاسكيت وداك الشيء، البارح هو ما عرفتش واش بقى جالس فيها زعما الشمس بزاف ولا واخا كان كيعوم ما كانش كي زعما يتغطس باش يفزق راسو ما فهمتش. جا بالليل جاتو سخانه. المهم انا تاني نورمالمون دائما كنجيب لهم الدواء ديالهم، راكم عارفين هاد القضيه هادي اللي عندو الوليدات راه ما يمكنش يسافر بلا دواء. لان هاد الدواء هذا كنجيبو من كندا حيت هو اللي ولفتو لهم من صغرهم. من الزهر هاد القرعه هادي ما عرفتش فين غبرات، عييت نقلب ما خليت في البلاكار ما خليت في لي تخوس هذا حتى من بعد لقيتها اصلا جابده وخاشيه فواحد القنت في بيت ماما. المهم ما علينا، بقيت كنقلب هكا على شي هكا فارماسيان في سيرفيس دو كارد وهذا قلب يا ما تقلب. فاش طحت في واحد لقيت واحد الراجل واقف بحال هذاك الكارد كور في زعما على الفارماسيان. هبطت انا وماما وداكشي والدراري يلا زعما غادي ندخل. قالنا بلاتي بعدا نتوما ما غاديش تدخلوا كاملين، حنايا راه ما ندخلوكمش كاملين. انا فهمتي المعامله الاولى قلنا ندوزو عادي صافي هذا راه زعما ماما كي ربما بالليل ما كيبغيوش يدخلوا كلشي صافي. قلت ليها ندخلها انا وولادي صافي. هذيك ماما مسكينه بقات واقفه كتسنانا برا.
يلا دخلنا هكاك يلا. قالت لي بلاتي بلاتي بعد المرة قالت لي بلاتي بلاتي تسني تسني تما تنكملوا شي شغل عندي. واخا ماشي مشكل تسنسو. قلت لها صافي حيت ولدي فيه سخانه بغيت لي شي حاجه زعما قويلبات ولا سيرو شي حاجه. قالت لي صافي صافي بقيت تسنى. المهم حنا بقينا كنتسنى بان لي الميزان ميزان العبار. قلت صافي ديال المناسبه مع عمرنا جيت المغرب ما تعبرتش. قلت صافي غادي نوقف. مشيت وقفت تعبرت العيبات. المهم جاتني واحد الصدمه في العبار تزادوا شي كيلوات ومدوزناها. ولادي قالوا لي تما مساكن قال لي ماما بغينا نتعبروا. قلت لها صافي طلعوا تعبروا مع هذيك. يلاه بنتي هابطه ولدي قال لها غادي نطلع وهي تم جايه هذيك الفارماسيان وانتما تبقاو تنقزوا علينا حنا ناقصنا حنا صداع الدراري الصغار راسنا يتهرسوا علينا. عاتي واحد ردت فعل ميمكنش تقولي هذه فارماسيان يعني اللي فارماسيان راه تبارك الله عندهم قيمه كيكونوا زعما ماشي اي وحدين ماشي بحال شي وحده بحال اللي عرفتي دوك اللي شي وحده جالسه في الحمام وغادي تضرب معك بالسطوله والقباب تماما هذاك هو المستوى. هذيك ردة الفعل ديالها والطريقة باش نهضرت في الدراري وولدي انا مسكين زعما فيه سخانة يعني وليد المريض الا طلع تاع برا ماشي زعما دار شي جريمة ونهضتي عرفتي ولادي كرموا بلاصتهم فهمتي بهذيك. هما ما فهموش الكونسيبت تاع الجملة مي غير هذيك النبرة باش هضرتي وباش جعوقتي وطرطقتي عينك بحال هكا. انا قلت الا مشيت ترديت غادي نوليو زعما فاهم ولا راه فاش كيما نقولوا الفيزيبلات كتحرقوا راه ماشي انتصار اللي كتشوفوا في فيديوهات راه كيهرب ليا الريزو سورتو ملي كتجيك في ولادك. قلت هادي دابا شنو الرياكسيون عرفتي هذيك اللعبه باش راه باش تردي راه ساهله فهمتي. راه اي واحد عنده الزوين والخايف فيه راه يكذب عليكم كذبه ما كاينش شي واحد اللي الله عمرها دار طوطالمون. راه كل واحد عنده النقط كيما نقولوا اللي صافي كيتشعلوا ليه البولات الحمرين كينطالوا ولكن باش تدي راسك هذيك اللحظه هي اللي حاولت. قلت انتصار ثبتي ماشي مشكل ولدك مريض خدي دواك وتوكلي على الله بلا ما نبقاو نتشادوا ونترادوا. المهم حاولت انا قلت ولادي ماما سمعت من برا تجعويق اللي جعوقات عرفتي واحد قله الادب واحد قله الاحترام ان عيب تكون فارماسيان وشاده سيرفيس دو غارد يعني اللي كيجيو عندك غير اللي مساكن في حاجه سواء جاي من ايرجونس ولا مثلا اللي مرض وتقطع عليهم الدواء وشي حاجه هما اللي كيخرجوا في داك الوقيته يقلبوا على فارماسي ماشي ناس عاديين. يعني خاص اللي تكون محطوطه في داك سيرفيس دو كار تكون في المستوى اللي تستقبل الزبائن جايين كيقلبوا على دواء وكل واحد يحسن ليه ربي العوام. المهم دوزت هادشي كامل. ماما قالت لي لا ندخل نهضر معاه بعدا غير زعما ماشي معانا مع الناس اللي يجيو مورانا حيت هذيك قله الترابي ان الطريقه تغوت بحال هكاك وكتنفخ اشنو تاخذ عليا القوي البس. قالت لك ولا سميتو زعما ديك اللعبه صافي فكوا علينا. قلت لها سي اللعبه ما حاولت ما نشوفش فيها باش حيت باش نشوفها غادي نصدق دايره فيها. قلت لها شوفي عطيني اللي عطيتيني غتلقينها صافي بحال هكا صافي. عطيت هذوك الفلوس ديالها وخرجت حالاتي بقات فيا هنايا. وهذه ماشي اول مره كنتعرض ليها. شوفوا بلادنا زوينه فيها الشعب طيب كريم خيرات وكلشي وكلشي ولكن كاين واحد سوء المعامله واحد سوء التربيه اللي كتشوفيها في ماشي في ادارات واقعه لي انا بامال دو فوا غير مؤخرا مشيت ناخذ غير واحد العقد ازدياد من سميتو هذا اش كيتسمى دابا من المقاطعه معاك تدخلي كتفحلي بحال دوك كيحسبوا راسهم بحال اللي بهايم وجايين كي كيبقاو يغوتوا ازيد حيت تعلينا من تما انت اش عندك تما اش بغيتي كي كيهضروا انا كنبقى كنقول انا اش جاب لينا اش جاي ندير هنا عرفتي بحال هذيك اللعبه جايه كتسعي شي ورقه ولا طريقه باش كيقول زيدي زيدي انت شنو عندك اشنو عندك انت. اما داك المرده اللي داك المرده اللي كيكونوا حاطينه في باب المقاطعه ما نعاودش ليكم توتو توتو زعما مغله. قلت لها على قله المعامله اللي كاين هنا في الادارات وفي المستشفيات بصح بصح خايبه قل انا كتحسي بقله بحال ما غير مؤهلين ما كيعطيوكش حتى قيمه بحال حنا ماشي مغاربه كاع اصلا ما غير مؤهلين هذوك لي بوست انهم يستقبلوا الشعب المغربي وحسن المعامله ما عندناش ما كاينش للاسف سورتو عرفتي راه الاستقبال ديال الشعب ما كاينش. قلت لها انا الا كانوا يديروا فورماسيون على ديك الكرسي اللي جالس فيه خاصك يديروك فورماسيون على الطريقه تاع الكوميونيكاسيون كيفاش خاصك تستقبل الشعب وكيفاش تتعامل به وكل واحد على حساب المركز ديالو. فاش كتمشي للمستشفيات هذاك بعدا غير داك السيكوريتي اللي في الباب بعدا كيحس براسو هو كلشي اشنو عندك
دوزي خلصي هنا. والسكرتير ولا ولا دابا هو المرشد هو اللي كيقول لك اريدي انا باش نوريك الطبيب الفلاني وغتمشي عندو فين كاين وهذا وتخلصي ودوري معاه مازال ضروري. وداك المرضى اللي قدام المقاطعه انت عندك حق تدخلي مثلا تشوفي فوق في الزياره، عندك حق تدخلي تشوفي المريض هو تي خصك تدوري معاه وانت عندك حق الدخول والمرضى ماشي كيدخلك والمرضى اللي في المقاطعه الا بغى يسربي خاص حتى هو داك كيقول لك دي الصف الا قلتي لي اخويا راني مزروبه يقول لك مزروبه زعما راه عطيه لو لقيتي ما تعطيش نسربك دغيا تبعيني نوريك فين تمشي الطبيعي ولا فهمي راسك فهمي راسك يعني ما قلت لها زعما ما كرهتش لو كان زعما بلادنا زوينه ما كرهتش يكونوا هاد الناس هادو اللي في هاد المراكز يكونوا مؤهلين. ما كاينش ما كاينش ما كاينش سوء المعامله وهادو كتكفس كثيره 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 بزاف. هادشي اللي كيضرك في خاطرك كنتمنى هاد المساج وانا متاكده كل وحده كتابعني اكيد تكون دازت من شي موقف من هاد المواقف هادو ديال سوء المعامله وسيرتو نهار الجمعه. الجمعه بالاخص كيكونوا عيوا عليك الادارات كاع فهمتي كتمشي كاع تيقول لك ادخلي راه كاين فلان ولكن كتمشي تدخلي تفعيل الباب ديال البيرو كتلقاي الفيسته معلقه هو ما كاينش ما كاينش حيت نهار الثلاث اثنين راه ما كيجيش حتى نهار الثلاث وعدو عدو الويكاند الويكاند فيه 4 ايام الجمعه كتلقاي اش كتلقايهم شوفوا القوالب كتلقاي حاط مثلا شي كاس فيه شي شويه القهوه وشي باكيات الكارو خاويه وفي ستو زعما راني في الاداره راه مشيت نجيب شي حاجه ولا شي مت ولكن راه ما كاينش حتى المراه هكاك المراه حتى هي كتخلي شي فيس تقديمه ديال الدار وشي صاك مفحفح حتى هويا قلت لك انتوريا كتخلي شي فيسته ديال البال وشي صاك مكحكح زعما راني حاضره شي حضره ما كاين وداك وداك اللي كيكون اللي كي زعما اللي مشرف عليهم كيكون هذاك مدورين معاه زعما داك فهمتي كيكون زعما ما غاديش نعمو ما غاديش نقول لك كل شيء مي للاسف راك للاسف 90% 90% انا اللي عايشه في المغرب توريا راه تي طالع على الدم اكثر مني على ورقة خصك تجلسي عليها شهر وانت غادا طالعه على زعما ما كاينش بحال وقع ليا فاش جيت اخر مره على ود لاكار ويلي لاكارت اش داروا كون جيت شهرين دوزت انا في هذيك لاكارت وندمت الندم اللي ما دفعتهاش تما وجيت حتى المغرب دفعتها ما عرفتش تكلخت فيها مشكله اودي الله يهدي ما خلق هذا المشكل هذاك الله يهدي ما خلق وكنتمنى اللي كيدير شي خدمه ولا فشي بوست يديروا بنيه ويديروا باخلاص ويديروا بضمير زويا لاله. دابا التحضير واحد طبق مغربي تقليدي لذيذ وشهي وعشاق كثار. انا عارفه بزاف منكم كيتبعوني كيعجبونا شخصيا واكيد كاين اللي ما عندوش معاه كما نقولوا الاذواق لا تناقش حتى في الاكل واللي هو الكرعين معلكين بالحمص والزبيب. انا بعدا ما يمكنش نجي للمغرب وما تصايبهمش ليا ماما. المهم هاد المره قلت لها قبل ما نساو ماما الوقت كيطير نصايبوهم. بعدا ماما اللي نقى لك الجزارك الله يعطيه الصحه شوف كي غزال شو كي دايرين تشوفي فيهم وجهك كيبريو. وهنايا ماما القوام شنو درنا الفقات ديالهم على اللي كنديروا واحد جوج بصلات كبار مشلضين اييه 4 الفصوصه ديال الثوم منقيين كنخليهم صحاح وربعه القشيره ديالهم كتلقوا بالنا زوين هذو اللي بالقشور اييه قبيطه صغيره ديال القزبور والعدنوس اختياري اللي ما بغاش ما يديرهاش ما يديرهاش. وهنا كتزيد عندنا واحد جوج ديال التميرات كديروا معاه كيطيبوا دغيا الكرعين. هذه معروفه هذه القضيه سوا التمر سوا كاين اللي كيدير العظم ديالو انا كنخليهم بهذا باش كيبانوا وداك العظمه ما كيدوقش التنسيمات تاع الحلاوه ديالو. بالنسبه للتوابل كنديروا سكينجبير كمون تحميره خرقوم عرق مطحون بلدي والبزار كنخلط ما بين البيض والكحل شويه ديال الزعفران شعره ومليحه والقرفه شويه راس ديال معلقه ديال القريفه صغيره وعويت القرفه يعني تقريبا العطريه كامله كامله انا كنديرها كامله كتجي زوينه اها. وكنديروا الحمص تقريبا شي ربع ديال الحمص هي زلافه من بعد ما كنرطبوه. وعندنا هنايا القمح مفصخ هذاك القمح اييه نوري لكم كيفاش دايرها نتوما القمح نقربوا لكم كاميرا هانتوما ماما تا هو كترقدوا بحال الحمص كتخرجيه مرقد حتى واحد شويه مي اي واحد السويعه هو راه كافيه. وكنديروا في الفاصمه هانتوما كنقبطوا في الفاصمه غادي ستيريليزي بيان سور كتكون هكايا كناخذ من الفارماسي كنشلها بشويه الماء كنربط فيها هذاك الحمص. وهنايا التعسيله والتعليكه كتجي من الزبيب الزبيب كنخلطو ما بين داك الاحمر وما بين هاد الصفر وكندير هكا كاس النار ديال الزيت مخلط ما بين زيت العود والزيت زيت المائده اييه روميه سمان صافي صافي كندوزو دابا نحطو كلشي في الطنجره ديالنا كندير انا الطنجره ديال الضغط بيان سور كوكوط كوكوط هي اللي كتملخ لينا الكرعين هانتيا كنحط
نحطوا فيها كل الكريعنات ديالنا. الكريعنات 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 ها هما. دابا هذه ماما كرعينه وحده كتكون كبيره، تبارك الله وحده راه فيها الخير والبركه. تبارك الله ما شاء الله. صافي كندوزو نديرو جميع هاد الشيء، هاد كلشي بلا كلشي دقه واحده راسكم. بزوينين هاد الاطباق البلديه ما كيكونش فيهم زعما ديك التمار كثير، زعما كتقطع العويد كدير في الجنب وكنديروا المقادير. ساهله مهله. كنكبوا الزويته ديالنا ها هي صاف. بالنسبه للحمص تقريبا يدخلوا الطياب واحد نص طيبه عاد كندير الحمص صاف سير. ياك وهذا حتى هو كنربطو حتى هو في النص كيطيب نص طيبه تقريبا واحد ساعه المكانه عاد نديرو حتى داك ابلي ولا هربل وما عادش كتسمى دغيا صافي. وكنديرو هادو الزبيب كيبقى خلاص كيطيب صافي. هانتوما الكرعين علاش غادي يطيبوا اليوم يا البنات؟ ماشي في البوطه انما على الفاخر، مجمر ديال الفاخر. ولكن ركزوا لي المجمر علاش حاطه ماما على هاد الطباصل هادو؟ مشكل كيتسماو ماشي جالوق جالوق. هانتوما شكون باقي عندهم في دارهم هذا؟ ماما انا بعد باقي محافظه على الكوليكسيون من الكبير للصغير. المهم الطباصله هذو كانوا ديك الساعين ما كتحط تسرباش فيهم المرقه وتخلط فيهم شليده بلديه راه ما كاين والو. المهم ما كنتشدوا الغليه فوق البوطه اييه صافي كتحوليهم نيشان كنحولهم من المجمر اييه كندير لهم المريقه ما طايبه ها خاصو يتغطى عليهم ديرهم هكا حيت هما شحال دابا كنخليهم هذيك كيطيبوا ما كاينش اييه كتعمر عليهم الماء بحال هكا صاف شتيهم اييه كنحركهم بهذيك العود هاهي صافي صافي شي اللي ما يكون فايض فوق منه دابا غيطيبو على سرعه احسن من البوطه كيجي علمهم وكيجيو مدايرين الفخر هذا غيطيبهم الا كيجيو بحال معلكين. نتوما دابا ابلي شوفوا كيفاش الطريقه كدير، كتاخذوا طبسيل ولا زلافه ها نتوما هذا كيتشلل ضروري كما قالت لكم خاصو يكون مسطول. صبنت هذا الفاس ما شللتها بالماء ياك صافي كندير هكا صافي كتجي ساهله وكيجي منسم بهذيك المريقه ديال هذا. بعد كتكبيه في الجناب ولا ديريه في زليفه وتحطيه في الوسط صافي. انت فاش كديري الفاس ما واحد المعلومه ما أيه. تزيروهاش ما تقبطوهاش هكا مزير لا خليه فين يطيب فين يتنفس يعني كديرها من الفوق صريره محلوله هكا منفسه هاي اييه صافي حيت كيكبر بحالو بحال الروز وداك الشيء حتى الصريره ها فاش كيكبر كتعمر حتى لهنايا ها هو. وهذيك ديال القمح كدوز ماما دائما هي كتقول لي ضروري كتحط هكا غير من الفوق باش هذيك المريقه راه كتطلع مع الغليه وداك الشيء راه كتطلع المريقه صافي وكنرجعو كنسدو عليها باش يكملوا طيابهم. الكرعين ديالنا ها هما وجدوا تبارك الله ما شاء الله حيتهم فوق المجمر شوف واو ها الرزيزه الرزيزه الكميسه الكموسه الكميسه ها الكميسه ها ديال القمح تبارك الله عرفتي جايين طايبين شوفها من الشوفه فيهم كيبانوا كي الزبده والريحه ما نعاودش لكم ديال ديك التعليكه والتعسيله بسم الله ما شهيناكم العشاق هاد الطبق لينا وسمحوا لينا وبزاف شوفوا شوفوا العظم كيتفرق على داك الحيمات تبارك الله. ماما الطبق هذا الا ما اللي ما كلاش موم زعما شوفوا ماما ني راه قفرتيها كنحرض هادو اللي ما كلاش ميدينا ديالها راه ما كلاش صافي. المهم اللي شافت تقول لي الكرعين غزالي حمام صاتو زبيب انا وخوتي كنا كنحماقوا عليهم بدون استثناء الا مريم مريم تاكل غير لا كتاكل الحمص والزبيب صافي بارك عليها. اما حنا كلنا يا اختي ما كاينه اراب الرع اراب الرع لا انا لا خويا لا مراتو لا كلشي حمص والزبيب بارك عليك مريم. ودابا غادي ندوزو الرزيمه بحال بحال كرزمه الحمام اللي كنا كنجمعوه في زيف حياتي شحال هادي كنا الا ما كناش كديو رزمه حياتي راه ما كاين والو. بسم الله سيري يا لالا لالا ومعها الطبيصيل المشهي. شوفوا لي واحد بريره اتاي شوفوا ركزوا لي انا على هذيك الشجره ديال العشوب ها انتم كويس اتايت العشوب اللي هضموا به هذا اليدومات الوليمه تبارك الله. شوفوا على كويس اتاي شفتوا فين واصله واو واو عرفتي الريحه مع داك التخالط باش مصايب نعاودش لكم اوبا اوبا كلشي على اوبا هادي شو الكشكوشه فين واصله شوف